داكش طريق المليح كوتشي ناتوروباط. كاين واحد المشكل عويص كيعانيو منه بزاف وعاد مظهر من مظاهر العصر، ان نساء ورجال كيعانيو من الكرش بزاف. الناس عاد عندهم الكرش خارجه، وهاد الكرش هادي ملي كنقولوا بزاف الناس عاد عندهم، ملتزمه بواحد القضيه، ملتزمه بان عادوا عندنا هاد الوضعيه ديال الجلوس. هاد الوضعيه ديال الجلوس فرضات عندنا ان الكرش كتخرج. علاش الكرش كتخرج؟ لان السؤال علاش كتخرج؟ كناكل ما كناكلش ديما الكرش خارجه. اول حاجه الدهون كيتركزوا وكيتمركزوا في واحد المناطق اللي كنسميوها المناطق البارده. شنو هما المناطق البارده؟ المناطق اللي الدم ما كيدورش فيهم بزاف. مثال بسيط، بزاف الناس كيبداو الرياضه كيبان الوجه كيضعف في ساعه، الوجه كيضعف هو الاول. علاش؟ لان الوجه فيه بزاف العروق الشرايين والاوعيه الدمويه دوك الصغيورين، يعني كي داكشي كنتزنقوا، الدم كيدور بزاف، يعني منطقه ساخنه، اليدين ما كيغلاضوش، منطقه ساخنه، بينما البطن المؤخره والارداف هاد المناطق هادو بما اننا كنجلسوا بزاف الدم ما كيدورش بزاف، وبحكم هما تما العروق ما كاينينش بزاف، ما كيوصلهمش الدم، لذلك الجسم كيخزن الدهون تما. هذا فسرت لك علاش كاين الدهون كيتراكموا في ديك المنطقه. ولكن اللي مهم عندنا باش نحيدوا ديك الكرش، غنعطيك بعض الخطوات اللي بسيطه وسهله باش نحيدوا الكرش. اول حاجه تفادى وضعيه الجلوس قدر الامكان، الا قدرتي تبقى واقف ولا تمشى احسن حاجه، الجلوس غيخلي لك الكرش. ثاني شيء ستريس، الناس اللي عندهم الضغط واخا يدير الرياضه واخا ياكل مزيان غتبقى عنده الكرش. علاش؟ لان الغده الكظريه السورينال هي فوق الكبد، فوق الكلى، فوق الكلى كاين عندنا لي سورينال هما اللي كيحركونا ملي كيكون عندنا لو ستريس، هما داك لي تانسيل الشعال اللي كتعطينا، هادوك خاصهم مخزن من الطاقه. شي واحد اللي ستريسي الجسم ديالو كيبدا يخزن ليه الطاقه في هذا الحوض باش يكون قراب لذاك المنطقه اللي كتخليه يتحرك. هذه هي ثاني شيء. ثالث شيء الماكله ديالو معتمده على السكريات السريعه والبطيئه. السكريات السريعه بحال السكر العادي اللي كناكلوه، ولا المضاف اللي كنديروه في القهوه ولا في اتاي، ولا الفخكتوز اللي كاين في الفخوي، ولا الفواكه حتى هما فيهم السكريات السريعه ولا السكريات البطيئه. هما المعجنات، كاع المعجنات، بطاطا، الارز، سباكيتي، لي بات، الناس كياكلوا معجنات. هذه النقطه الثالثه. النقطه الرابعه الوقت ديال الماكله. الناس بالنهار ما كياكلوش بزاف، بالليل ورا 6 العشيه ملي كيدخل الدار ديالو كياكل بزاف وما كيتحركش. اش كيدير الجسم؟ كيخزن. والنقطه الخامسه، وتسمحوا لي نقولها لكم، شي واحد اللي عنده الوزن زائد وكل شيء هو واحد السيد ولا واحد الشخص ولا انسه اللي كيتحرك بداك الشيء اللي كان خصو يخرجو، كيتحرك بداك الشيء اللي كان الجسم خصو يتخلص منه، يعني كيتحرك بالفضلات اللي الجسم ما قدرش يتخلص منهم، لان الجسم عنده مداخل وعنده مخارج. المخارج ديالنا بساط هما التنفس، التعرق، البول والغائط، والمراه عندها الدوره الشهريه. ملي الجسم ديالك كتقوي عليه المداخل اكثر كيبدا يخزن في المناطق البارده، وداك الشيء علاش بنادم كيغلط. لذلك بغيتي تنقص من الكرش ديالك عليك بالحركه، عليك بشرب الماء، عليك بالرياضه اللي فيها التنفس ماشي التعرق. ماشي تمشي الحمام، العرق ما كيحرقش الدهنيات، العرق كيخرج على الماء والهرمونات، ما تحرقش به الدهنيات، ولكن بالتنفس ممكن تحرق. يعني لا مارش غابيد، لا بيسيكلات، السباحه، الناس غيقول لي ما عندناش باش نمشيو نديو السباحه هذا الوقت، كلشي لا مارش غابيد، لا مارش، والتنفس العميق. نقص من كميه الاكل، لان قد ما كثرتي من كميه الاكل قد ما غتخزن، وقد ما الجسم ديالك ما يكونش متناسق. كنتمنى لكم الصحه والعافيه، وكنتسنى الاسئله ديالكم، لكن الملاحظات ديالكم مرحبا في حلقه قادمه ان شاء الله.